ينقسم العصر الحجري القديم إلى عدة فترات فرعية، منها أولا بايوليثيك، وتشتهر بأدواتها الحجرية المميزة مثل الفؤوس والمناشير. ثانيا ماسوليثيك، وشهدت خلال هذا العصر الثقافة البشرية بعض التطورات وتغيرات التكنولوجية والاجتماعية. ثالثا نيوليثيك، تميزت هذه الفترة بتطوير التجارة وزراعة النباتات وترويض الحيوانات، مما ساهم في ظهور المجتمعات الزراعية وتطور الحضارة البشرية.